السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى عن كل وصف وأعجز العقول والخيال وهو فوق العقل أن يتصور كنه ذاته سبحانه وتعالى. لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. لا يحده حد ولا يدركه وصف ولا يتخيله متخيل. إذ كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. سبحانه سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولذا قال عن نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلا يصفه واصف، هو الذي يصف نفسه وهو الذي تعرف علينا بأسمائه وأوصافه وأفعاله. أما ذاته فإن غاية الإدراك للذات هو الاعتراف بالعجز عن الإدراك، كما قال الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال العجز عن الإدراك هو عين الإدراك.
أما من تجرأ فوصفه وحده وقيده بزمان أو بمكان أو بجارحة فقد تعدى واعتدى وابتعد عن المنهج القويم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، الذي شرح الله له صدره ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه وجعل طاعته من طاعته وخلع عليه من وصفه ونعته. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديان آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام، ونخص من بينهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن خامس الخلفاء الراشدين، الذي أتم الله به الخلافة الراشدة 30 عاما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة الراشدة بعده 30 عاما ثم يكون بعده ملكا عضوضا أي ظالما. فإذا جمعنا مدة خلافة سيدنا أبي بكر الصديق وخلافة سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وجدناها 29 عاما و6 أشهر، يبقى على 30 عاما 6 أشهر، وهي مدة خلافة سيدنا الحسن عليه السلام ابن علي ابن أبي طالب ابن سيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، حتى تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد 6 أشهر من خلافته ليتم 30 عاما. فكان سيدنا الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين. وارض اللهم أيضا عن الإمام الحسين وعن سائر آل البيت الأطهار وأمهما سيدتنا فاطمة وأزواج النبي أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في بداية عام هجري جديد، علينا أن نسأل أنفسنا ما نصيبنا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو نصيبنا من هجرته صلى الله عليه وسلم الذي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهل لنا نصيب من هجرته صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أنزل الله السكينة عليه ف
فوزعها على سائر أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. عندما فزع عليه سيدنا أبي بكر الصديق وخاف عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فطمأنه، حيث أن السكينة عنده يقسمها على أمته، فقال له لا تحزن إن الله معنا. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قاسم، والله يعطي، فالله يعطيه خزائن ما عنده لأنه رحمة للعالمين، فيقسمها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإني لا أعطي ولا أمنع، إنما أنا قاسم والله يعطي. ويقول في رواية: لا أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم والله يعطي. فهو قاسم صلى الله عليه وسلم، يقسم الأرزاق على العباد، فمن الله خلقا وإجادة، ومن النبي قسما وإظهارا. ولذا قال: أنا منكم بمنزلة الوالد من ولده. فالوالد ينزل عليه رزق أولاده وينفقه على أولاده، كذلك النبي من حيث روحانيته هو مع الأكوان هكذا، ومن حيث شخصه الكريم كان هكذا بين الصحابة، كان أحيانا لا يقسم على طريقة معينة يستطيع الإنسان أن يتصورها، فلا يقسم القسم على الصحابة على قدر إيمانهم، أو على قدر سبقهم للإسلام، أو على قدر خدمتهم لدين الله، أو على قدر محبتهم له، أو على قدر عبادتهم. ولكن أحيانا كان يعطي من أسلم بالأمس أكثر مما يعطي من أسلم منذ سنوات، حتى أنه ظهر ذلك عندما قسم غنائم هوازن بعد وقعة حنين بعد فتح مكة، فأعطى الطلقاء وترك الأنصار، فتغير الأمر على الأنصار وقالوا: غفر الله لرسول الله، تركنا وسيوفنا تقطر بدمائهم ويعطيهم ويمنعنا. لم يفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم على قدر رزق الله للعباد، فالله يبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، لا يقسم على قدر الأقدمية أو على قدر الكفاءة أو على قدر الخدمة. ولكن الله له في أرزاق عباده آية لا تستطيع أن تدركها ولا تدرك حكمتها، فقد تجد أبله رزقه واسع، وقد تجد إنسان كثير الذكاء وكثير الخبرات ورزقه ضيق، لأن الأرزاق لا حيلة في الرزق كما يقول الحكماء، لا حيلة في الرزق، الرزق من الله مقسوم، فقد يعطي قليل الحيلة أكثر مما يعطي الذكي الذي يكون عنده نبالة. ولذا قال الإمام الشافعي لما نظر لذلك وكان من أكثر أذكياء عصره وصلحاء عصره وكان مضيق عليه في الرزق، فقال الإمام الشافعي ليبين أن الرزق من الله بحكمة مخفية لا يدركها أحد، والنبي كان يقسم على الناس بطريقة لا يدرك حكمتها أحد، ولذا تغيظ الأنصار لما لم يفهموا. فقال الإمام الشافعي ليبين ذلك أن الرزق ليس متعلقا بالكفاءة التي خلقك الله عليه ولا بالذكاء الذي فطرت عليه، فيقول: أكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. العقاب هو أقوى طائر من حيث القوة وقوة البصر والطيران، قوي جدا، ولكن انظر إلى رزقه: جيف الفلا، أي الجيف التي تكون في الصحراء، أكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. والذباب يقف على أفضل الطعام وأطيب الطعام يأكله وهو ضعيف، لتعلم أن الرزق للعباد حكمته عند الله مخفية، وأن النبي كان مظهر لتوزيع هذا الرزق، فكان يبسط على من شاء الله له البسط ويقبض على من شاء الله له القبض.
ولذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقولة بعض الأنصار هذا معترضين، جمعهم في قبة صلى الله عليه وسلم ليزيل الشبهة من قلوبهم لرحمته وشفقته عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم مقولته المشهورة التي في نهايتها: ماذا لو رجع الناس بالشاة والبعير ورجعتم أنتم برسول الله في رحالكم؟ فبكى القوم بعد خطبة طويلة وابتلت لحاهم وقالوا: رضينا بالله قسما وبرسوله جارا ونصرا. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمته للأرزاق لا يستطيع أحد أن يجعلها على قاعدة معينة. فلما انقضى أجل النبي صلى الله عليه وسلم وتولى سيدنا أبي بكر الصديق، جعل قسمة العطاء على قدر السبق في الإسلام، فكان يعطي السابقين أكثر مما يعطي اللاحقين من المسلمين، فكان يعطي من أسلم قبل الفتح أكثر مما يعطي من أسلم بعد الفتح، وهكذا على قدر، ويعطي لأهل بدر أكثر مما يعطي لمن لم يحضر بدر، وكان يخص آل بيت النبي بزيادة عطاء لقرابتهم، وكان يقول: قرابة النبي أولى عندي من قرابته، فكان يقسم العطاء على هذا النهج. وجاء سيدنا عمر وقسم العطاء بطريقة أخرى، فكان يعطي أيضا الناس إما على قدر كفاءتهم وعلى قدر خدمتهم للدين بغض النظر عن تاريخ إسلامهم، فمن أسلم متأخرا ولكنه خدم الدين كثيرا يعطيه مثلما أسلم متأخرا. كانت هذه وجهة نظر، مع إبقائه طريقة سيدنا أبي بكر الصديق في تفضيل آل البيت على غيرهم لقرابتهم ومودته وإظهار مودته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام، فجعل القسم على عدد الرؤوس بالتساوي، إذا كان عنده 100 دينار وعنده 100 رجل كل واحد يأخذ دينار بغض النظر عن إسلام هذا أو صلاح هذا أو زكاء هذا أو خدمة هذا أو كفاءة هذا، فكان يعطي العطاء بالتساوي على الرؤوس. أما سيدنا عثمان فكان يقدم في العطاء بعد آل البيت قرابته مخافة أن يستغلوا قرابتهم له فيهيروا على الناس ويظلموا الناس. كل اجتهد في طريقة عطائه، لأنهم لا يستطيعوا أن يعطوا كما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مطلع وأطلعه الله على إرادته، فكانت إرادة النبي هي إرادة الله. ولذا يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالنبي ما هو إلا مظهر لإرادة الله ومظهر لمرادات الله في حال شخصه وفي حال روحانيته قبل ظهور الشخص النبوي الكريم، وبعد وفاته فهو ما زال بروحانيته رسول الله كما كان رسول الله قبل أن يولد، بل هو مكتوب على ساق العرش محمد رسول الله بجوار لا إله إلا الله، حتى أنه طلع عليها أبونا آدم عندما نفخ فيه الروح فتوسل به إلى ربه عندما أكل من الشجر. ولذا سئل صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا يا رسول الله؟ متى كنت نبيا يا رسول الله؟ سيدنا موسى معلوم أن نبوته بدأت بهذا الوادي المقدس عندما كلمه الله، وكان سنه قرب 40، لأنه تزوج في سن 30 في مدين ومكث 10 سنين ثم أراد أن يعود إلى مصر، ففي عودته كلمه الله سبحانه وتعالى في هذا الوقاء الوادي المقدس، فبدأت نبوته ورسالته في سن 40. وشاع بين المسلمين خطأ أن نبينا أرسل في سن 40، هذا خطأ، أرسل شخص النبي في سن 40 لا روح النبي، هناك فرق بين الروح والشخص، فأنت روحك كانت موجودة قبل ظهور شخصك. أين كنت في يوم ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ الكل قال بلى، وكان أول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإذا الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بقرون عديدة. فنحن نتكلم الآن على أن نبوة نبينا تعلقت بروحانيته قبل ظهور شخصه وقبل ولادته وقبل سن الأربعين، لأنه هو رسول الله قبل حتى خلق آدم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مجيبا عن هذا السؤال: متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال: كنت نبيا وآدم منجدر في طينته. كنت نبيا وآدم منجدر في طينته. وقال: جعلني فاتحا وخاتما. جعله فاتحا، افتتح به الأكوان من حيث الروحانية لا من حيث الشخص المحمدي. الشخص المحمدي ولد عام الفيل، وكان بعد 50 يوم من حادثة الفيل، ثم بعد ذلك عاش 63 عاما ومات ودفن بالمدينة المنورة. ولكن رسول الله هو رسول الله قبل ظهور الشخص المحمدي، وفي حال ظهور الشخص المحمدي، وبعد غياب الجسم المحمدي، فهو رسول الله، لأن الروحانية هي التي تتعلق بها الرسالة، لا تتعلق الرسالة بالأجساد. فهو روحه من حيث الروح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأرسله رحمة للعالمين إرسال أولي. وكيف يكون نبيا بغير وحي؟ فإذا خلق روحانيته أولا، ثم بعد ذلك أوحى إليها. أوحى إليها القرآن قبل ظهور القرآن ونزول جبريل من حيث الروحانية، أما نزول جبريل فهو تذكير للنبي بمن طبع في روحانيته من القرآن وقد نسيه عندما صار بشرا، لأن طبيعة الإنسان ينسى، طبيعة الإنسان ينسى. أين أنت وقد كنت في صلب أبيك وشهدك وأشهدك الله عليه فقلت بلى؟ هل تتذكر أنت هذا اليوم؟ لا تتذكره الآن. هل تتذكر من كان واقفا بجوارك أو أمامك أو خلفك؟ لا تتذكر الآن، لكن عند وفاتك تتذكر، لأن الإنسان طول ما هو منشغل بهذا الجسد له طبيعة معينة ينسى. فالنسيان يحتاج إلى تذكير، ولذا الأنبياء وظيفتهم يذكروا، يذكر من طبع في روحانيتنا من معرفتنا بربنا. فذكر، لست عليه بمسيطر. فلما كان النبي على هذه الهيئة في حيث الروحانية أرسل رحمة للعالمين فأخرج العوالم من العدم، المراد إيجاده إلى العدم الظاهر، فأخرجهم من علم الله إلى كون الله، وسمي كون لأنه خرج بكلمة كن، كن فيكون فصار كونا. فكل ما سوى الله كون، حتى هذه الروحانية، حتى هذه الروحانية، الكل حادث والله قديم سبحانه وتعالى. فلما خلق هذه الروحانية على هذه الهيئة رحمة للعالمين، فما أصابته أنوار هذه الروحانية من علم الله خرج من العدم للوجود، كل على وفق قدر الله، وقدر الله توقيت ظهور المقضي، فهناك القضاء والقدر، القضاء هو المقضي. قضى الله عليك أن تموت عند سن 60، طب سن 60 هذا يوافق كم في التاريخ؟ هذا التاريخ الذي يقضى عليك فيه هو القدر، وكل شيء عنده بمقدار بوقت معلوم. فالقضاء هو المقضي، أن تخلق وأن تولد وأن تمرض وأن تتعب وأن تسعد وأن تفرح وأن تحزن وأن تتزوج وأن ينجب لك، هذا كلها أمور مقضية. ولكن متى تظهر؟ تظهر في مراحل زمنية معينة، وقت ظهورها هو القدر. فالقدر هو وقت ظهور المقضي. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الروحانية المحمدية قبل خلق الأكوان، عندما كان أحد فتجلى على نفسه بنفسه فصار واحد، فهو واحد أحد. فالأحد لا يظهر لأنه قاهر، والواحد يتجلى لأنه يقبل النسبة. الأحدية لا تستطيع أن تقول أحد ثم تقول إليها أي شيء بعدها، إذا قلت أحد وقفت،
فالأحد لا يتجزأ والأحد لا يظهر. إذا ظهر الأحد قهر الكل، فلا ظهور معه لأحد، وإلا لم يكن أحد، كان خالق ومخلوق. فلما كانت من صفات الله الذاتية الأحدية والواحدية، فكان الله لم يكن شيئا معه، أي كان أحدا. فلما أراد أن يكون معه شيء من خلقه يقوم هو به، أبطن الأحدية وأظهر الواحدية، لأن الله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن، فيظهر من صفاته ما شاء ويبطن من صفاته ما شاء. فكان قبل خلق الأكوان أحد، أبطن مراداته كلها، وما عنده من علم بأن هناك خلق سوف يظهر. فلما جاء أوان إظهار هذه الذات المكنونة، تجلت على نفسها بنفسها، فأبطنت الأحدية وأظهرت الواحدية التي تقبل النسبة. فأنت تستطيع أن تقول واحد، وتقول اثنين، وتقول ثلاثة، وتقول أربعة، يقبل النسبة إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية من الأعداد. ولذا التجليات الواحدية لا نهاية لها، وتظل التجليات الواحدية في الأكوان لا نهاية لها. ولذا يقول سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي وجه التجلي، لا وجه الجارحة كما ذهب إليه بعض المجسم، وجه التجلي، أي أن تجليات الله لا تنتهي. فإنما تولوا فثم وجه الله، هذا معنى وحدة الشهود عند السادة الصوفية. وحدة الشهود أنهم لا تحجبهم تجليات الواحدية عن سر الذات الأحدية، فلا تتشوش عندهم الأحدية بتعدد التجليات، فينسبوا جميع التجليات والمظاهر إلى واحد، فيسمونها وحدة الشهود. هذا معنى وحدة الشهود عند الصوفية، فيعامل الحق في الخلق، لأن الخلق ما هو إلا مظهر صفة الخالقية في الأكوان، فالله خالق منذ القدم، ولكن لما أراد أن يظهر خلقه أبطن أحديته وأظهر واحديته، فظهرت صفة الخالقية فظهر المخلوق، وظهرت صفة الرازقية فظهر المرزوق، وظهرت صفة القاهرية فظهر المقهور، وهكذا إلى سائر الصفات. فكانت هذه الروحانية المحمدية هي البرزخ بين الأحدية وهو عدم الظهور، والواحدية وهي الظهور. فكانت الروحانية المحمدية البرزخ، والبرزخ هو الحد الفاصل بين شيئين، كان الله ولم يكن شيئا معه، والآن الأكوان معه لها نوع ظهور. إذن هناك حد فاصل بين البطون وبين الظهور. هذا الحد الفاصل الذي نقل البطون إلى الظهور، ونقل الأحدية إلى الواحدية من حيث الظهور، هذه هي الذات المحمدية الروحانية المحمدية التي قال الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا قلت في أحد تصلياتي التي منحني الله إياها في الروضة الشريفة منذ عدة سنوات: اللهم صل على سيدنا محمد، البرزخ بين الأحدية والواحدية، وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. هذا الكلام مهم، لأن كثير من المسلمين لم يتعرفوا على سيدنا محمد إلا على الشخص المحمدي فقط، لا يعرف عن سيدنا محمد إلا الشخص المحمدي الذي ولد بمكة ومات في المدينة، وهاجر بعد 13 سنة من البعثة، وأنه بعث في العام 40 من عمره، ولا يعرف عن سيدنا محمد إلا هذه المعلومات، وهذا جزء ضئيل جدا من حياة سيدنا محمد الروحاني. أين روح النبي قبل ظهور هذا الجسد؟ وأين ذهبت الروح المحمدية بعد غياب هذا الجسد؟ وأين هي في البرزخ، وأين هي في
في يوم البعث والنشور، وأين هنا في الجنة، وأين مظهرها في النار لتعذيب الكفار. فلها مظاهر عدة، ولذا عليك أن تتعرف على هذا النبي من جميع جهاته. ولكن كثير من الناس أوقف حياته على معرفة الشخص المحمدي فقط الذي بعث في سن 40. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق بروحانيته قبل خلق الأكوان، فكل ما أصابت هذه الروحانية من علم الله خرج للوجود من العدم إلى الوجود. ولما كان له إرسال آخر غير الإرسال الربوبي، وهو إرسال الرحمة للعالمين الذي يشمل كل العوالم، حتى يشمل الطائع والعاصي، ويشمل إبليس والكافر، ويشمل المؤمن، ويشمل الأنبياء، ويشمل الصديقين والصالحين والعصاة والفجار والحيوان والنبات والكل، العوالم كلها يشملها. لكن له إرسال آخر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إرسال هداية لأهل اليمين، لأهل السعادة الأبدية، الذين يوحدون الله في عالم التجليات، فلا ينسبون التجلي للفعل، بل يرى الله في التجلي ولا يرى التجلي فيعبده. فهناك من عبد الماء لأنه سر الحياة فظن أن الماء إله فسجد للماء، وهناك من عبد النار لأن النار تبخر الماء فالنار أقوى من الماء فعبدوا النار، فعبدوا التجلي دون المتجلي. أما الموحد هو الذي لا يشغله التجليات عن أن المتجلي واحد والتجليات متعددة. فلما كان النبي له إرسال ربوبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وله إرسال ألوهي وهو الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كان لابد أن يوحي إليه القرآن الذي هو سبب الهداية. فأنزل القرآن على روحانيته قبل ظهور بشريته، بل قبل خلق آدم، وقال في هذا سبحانه وتعالى في القرآن: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أين الواسطة؟ إذ لا واسطة. هو في حال بشريته تلقى القرآن بواسطة جبريل، ولكن في هذه الآية يتكلم على تلقي الروح القرآن قبل ظهور البشرية بغير واسطة، إذ لا وجود للواسطة بعد. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. ثم بين سبحانه وتعالى اللحظة اللطيفة بين خلق هذه الذات المحمدية الرحمة للعالمين وبين هدايتها بالقرآن لتهدي به العوالم. هذه اللحظة اللطيفة قال عنها في القرآن: وما كنت تدري ما الإيمان وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ما كنت تدري أي في اللحظة التي بين الإرسال رحمة للعالمين وبين وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تلقى القرآن قبلها كان رحمة للعوالم. اللحظة الفارقة بينهما: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذا أشار لذلك كله ملخصا في سورة الرحمن، ونحن كلنا نقرأها: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. علم القرآن قبل خلق الإنسان، علمه لمن؟ بل خلق الإنسان وعلمه البيان ليظهر القرآن في الأكوان، لكن قبل إظهار القرآن في الأكوان من تعلم القرآن؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ألم تقرأ هذه الآيات وتتدبرها لتعلم أن تعليم القرآن كان قبل خلق الإنسان؟ تعليم القرآن كان لمن؟ لهذه الروحانية التي تجلى عليها بالقرآن. فلما ظهر بعد ذلك إنسان، والإنسان من طبيعته ينسى، احتاج الوحي. ولذا يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالنبي لما صار بشرا احتاج الوحي، فلما جاء الوحي
بغته في غار حراء، فقال له وهو في سن الأربعين وكان في رمضان: اقرأ. واقرأ في لغة قريش معناه اقرأ ما تحفظ، لأنه لم يأتي بكتاب حتى يقول اقرأ ما في الكتاب. قال له اقرأ. فأنا إذا قلت لك وليس في يدي كتاب اقرأ سورة البقرة، معناه سمع البقرة، معناه سمع السورة التي تحفظها في صدرك. فقال له اقرأ. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لأنه لا يذكر. وفي رواية: ماذا أقرأ؟ وفي رواية: ما أقرأ. ثلاث روايات، ولكن اشتهرت رواية ما أنا بقارئ لما رواية البخاري، ولكن هناك روايات في كتب السنة كثيرة: ماذا أقرأ، ما أقرأ، ما أنا بقارئ. فغطاه إليه وحضنه حضنا قويا. لماذا؟ حتى يضعف البشرية ويقوي الروحانية، لأن سيدنا جبريل روح، وعندما يحتضن البشرية تضعف البشرية فتظهر الروحانية فتتذكر ما طبع فيه. فلما أطلقه قال له اقرأ ما زال ناسيا، قال: ما أقرأ، أو ما أنا بقارئ. فغطاه الثانية والثالثة. فلما ظهرت الروحانية وغلبت على البشرية بالتقاء الملكية مع البشرية، استطاع بعد ذلك أن يقرأ ويردد خلفه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذا لما اعتاد الوحي صلى الله عليه وآله وسلم وكسر عليه، بدأ يتذكر ما طبع فيه، فكان يحرك لسانه مع جبريل، لأن طبيعة الإنسان إذا تذكر حدث من أوله يتذكره كله. فبدأ يحرك لسانه مع جبريل لما اعتاد الوحي، فقال له سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولما اعتاد أكثر كاد يسبق جبريل بالوحي، فقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. فهذه الآيات كلها تدل على أن الروحانية المحمدية لها من الأسرار ما لها، وأن الله بث هذه الأسرار في القرآن، ولكن من كثرة تلاوة القرآن وتكراره بغير تدبر تخفى على كثير من الناس هذه الجواهر التي أراد الله أن يظهرها في هذه الروحانية المحمدية، التي لابد أن نتعلق بها ونتمسك بها ونعطيها حقها من التوقير والتعزير والاتباع والاهتمام بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ننشر عنه إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآن انتشر النت والواتس والفيسبوك وغير ذلك، والناس يتداولون أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان في فضائل أعمال وفي أقوال ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: انشرها لتساب، وانشرها لتساب، وأنت تنساق وراء هذا وتنشر الأحاديث الموضوعة غير الثابتة عن النبي، فتكون بتنشر الكذب دون أن تشعر. فإياك أن تساهم في نشر مثل هذه الأشياء حتى تستوثق منها أيها المسلم، فلا تكون ممن كذب على رسول الله دون أن يشعر. ويشغلون الناس، لابد أن تنشرها وتثاب عليها، وهذا كله من فعل الشيطان. فإذا نظرت إلى المضمون الذي تريد نشره لم يثبت عن النبي، بل هو محض الكذب. فيريدون أن ينشروا الكذب في زمن دونت فيه العلوم ودونت فيه السنة ومعلوم كل ما قاله صلى الله عليه وسلم ودرجة صحته. فإياك أن تساهم في ذلك، فإن كذبا على النبي ليس ككذب على أحد من البشر، ومن كذب على النبي فليتبوأ مقعده من النار. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى الدين.
في كل لمحة ونفس عدد ما وسع إليه الله. كل هذا كان مقدمة لنستنبط بعد ذلك نصيبنا من الهجرة. كل هذا مقدمة طويلة ولكنها مهمة. بدأنا الخطبة ما هو نصيبنا من الهجرة، فلنبين هذا أن كل من أطاع النبي وعرف النبي وأكثر من الصلاة والسلام عليه كان في قلبه سكينة مهما تغيرت عليه الأحوال ومهما تبدلت عليه الأحوال. إن أصابته سراء شكر وكان له الجنة، وإن أصابته ضراء صبر وكان له الجنة. فالصبر عند المصائب وعدم الفرح الذي يطغيك عند النعم هذا من السكينة التي قسمها الله على هذه الأمة في حال هجرته وفي الغار، فأنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم تروها. ولذا كان نصيبنا سكينة كل إنسان يجدها في الصلاة عندما يصلي حاضر القلب، يجدها في ذكر الله فيطمئن قلبه بذكر الله، يجدها عند الرضا بقضاء الله وحلاوة الرضا بقضاء الله وحلاوة الانصياع لأوامر الله، يجد هذه السكينة في قلبه. ثم إن أيضا لنا نصيب من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكلما ابتعدت عن ما نهى الله عنه وابتعدت عن كل خلق يخالف أخلاق الإسلام وكل عمل يخالف أعمال المسلمين، كلما ابتعدت عن ذلك كنت مهاجرا إلى الله ورسوله. فنصيبك مستمر بالاستقامة، فكلما كنت مستقيما كنت مهاجرا، وعلى قدر استقامتك على قدر ثواب هجرتك. ولذلك فليتنافس المتنافسون في الاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، لما سأله الصحابي وقال كثرت علي أحكام الإسلام يا رسول الله فقل لي قولا أتمسك به، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب مفتوح لكل الأمة في كل زمان وفي كل مكان. ثم بعد ذلك في هذا الزمان المخصوص الذي نسميه أو يسميه الغرب الفوضى الخلاقة، زمن الفوضى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالهرج في الأحاديث النبوية، لأن كل حدث يحدث للأمة أخبر النبي عنه في حديثه، فقال من علامات القيامة الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، لأن الفوضى تؤدي إلى القتل، فعرف الهرج بما يؤديه بلازم ما يؤديه. فالفوضى معناها أنه لا حاكم يأخذ بحق المظلوم من الظالم أو يحفظ الضعيف من القوي، فإذا زال الحكم وزالت الحكومات وتفككت الإدارات انتشرت المظالم وانتشر القتل كما نراه في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين أكثر. فهذه هي الفوضى التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الهرج. فالفوضى التي نعيشها اسمها في السنة النبوية الهرج، والنبي يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فمن عبد الله في هذا الزمان واستقام على شرع الله وتخلق بأخلاق النبي في هذا الزمان التي كسر فيه هذا الهرج كان كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زيارة النبي، زيارة النبي مفتوحة لك إذا تيسر لك الذهاب إلى العمرة وإلى الحج، عليك ألا تنسى زيارة النبي، لأن الله قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فدلك على أنك لابد إن استطعت وكان السبيل والطريق آمن وعندك القدرة عليك أن تحرص على أن تهاجر إلى الله بالحج والعمرة وإلى زيارة رسول الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله بالحج والعمرة ورسوله، أي في المدينة المنورة التي نورت به، ويقف أمام القبر الشريف ويخاطب الروحانية المحمدية التي تعلم ما تقول لها لها وتحييها بها وتعلمك وتعرفك اسمك وأعمالك، فإن النبي يقول
حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، أي في حال حياتي، وعند موته تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله له. فأنت عندما تقف أمام النبي، أنت واقف أمامه وقد عرضت عليه أعمالك كلها، هو يعلمها ويعلم اسمك واسم أبيك. فما من مصلي على النبي إلا وملك يذهب للنبي يقول فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله، فيقول عليه السلام. فالنبي يعرف أمته جميعا بأسمائهم وسماهم وأعمالهم، تعرض عليه أعمالنا وتعرض عليه أسماؤنا، فهو يعرف أمته، ولذا جعله الله شهيدا على العالمين. فلا بد أن يشهده ليشهد، ولا بد أن يكون شهيدا بروحانيته وليس بعين بصر بشريته صلى الله عليه وسلم، بل بعين روحانيته التي اطلعت على العوالم كلها قبل ظهور الشخص المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويقول سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه إشارة لكل زائر للنبي، النبي يقول لهم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. مع كل هذه الآيات التي تحضك على زيارة النبي، وبينها أيضا آية سورة النساء المشهورة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، مع كثرة هذه الآيات التي تدفعك لزيارة النبي تنشأ طائفة عجيبة غريبة من وسط المسلمين يحرمون زيارة النبي، بل كثير منهم يذهب لأداء العمرة والحج ويعودون زيارة المدينة، انطمست قلوبهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يعني لا يفقهون القرآن، لو فقهوا لعلموا من هذه الآيات أنها تشير إليهم أن يذهبوا إليه فيستغفروا أمامه فيغفر الله لهم، فيجد الله غفورا رحيما. كما أنك إذا سألت النبي وجدت الله قريبا منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فقرب الله متعلق بالذهاب إلى هذا النبي واتباع هذا النبي ومحبة هذا النبي وكثرة الصلاة والسلام على هذا النبي. ولذا أوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على هذا النبي، فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وحديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فوجده ساجد فأطال السجود، فلما رفع حتى أنه ظن أنه قد قبض، فلما رفع رأسه قال له سيدنا عبد الرحمن لما تسجد يا رسول الله هذا السجود الطويل؟ قال لقد قال جبريل لي إن الله يخبرك أن من صلى عليك صلى الله عليه بها مرة. فسجدت شكرا لله، فلما رفع نزل جبريل مرة أخرى وقال من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرة، فكان الشكر موجب للزيادة. فكان الأول من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها مرة، فلما شكر الله زاده، فصار من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى ألفا كانت له براءة من النفاق ومن النار، يعني تؤدي إلى حسن الخواتيم، ومن منا إلا ويرغب في حسن الخواتيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين حسن الخواتيم، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا مبدئ يا معين، كما بدأتنا مسلمين أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وأعدنا غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها واتمها علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة اعداء الدين وامنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن سائر المسلمين. اللهم اكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم أدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.